بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله نتكلم عن مفهوم الـ MVC نظريا قبل ما ندخل عملي ونشوف الكلام ده وإحنا بننشئ المشروع بتاعنا بإذن الله. اتكلمنا في أول فيديو أن أنت لازم تكون ملم بمعنى MVC، تكون فاهم الدنيا كلها حتى ولو نظريا قبل ما ندخل بإذن الله في الكود العملي. طيب نبدأ كالعادة بمعنى MVC. MVC اختصار لModel View Controller. في عالم الـ MVC هتتعامل مع ثلاث حاجات: Model View Controller. الModel View Controller ده عبارة عن Architectural Pattern، عبارة عن نمط يخص البنية بتاعة المشروع، بيستخدم في Software Engineering بصفة عامة. يبقى أول حاجة لازم تنسى تماما إن الـ MVC مش لغة برمجة، الـ MVC مش Tool، الـ MVC مش مرتبط بلغة ولا Framework معين، وفي أنماط تانية كتير. لو أنت بتشتغل مثلا Vue.js في الفرونت إند هتلاقي أنماط كتير تانية ممكن تتعامل معاها غير الـ MVC. طيب لو أنت طلبت مني على سبيل المثال جملة واحدة بس عن طريقها نقول الـ MVC بيعمل ايه او الباترن ده بيعمل ايه، هنقول ان هو بيسيباريت البيزنس لوجيك عن اليوزر انترفيس، يعني بيفصل البيزنس لوجيك عن اليوزر انترفيس. حلو جدا، تعالوا بقى نغوص شوية في العالم ده. ليه انا اصلا اشتغل بالـ MVC؟ اول حاجة هتقابلها في حياتك هو السبليتنج رولز. لو انت شغال في تيم هتلاقي معاك واحد فرونت اند وواحد باك اند وبيزنس اناليست والديف اوبس انجينير والكلام ده كله. خلينا نقول انه عندك حاجتين دلوقتي، بزنس لوجيك وعندك يوزر انترفيس. الـ MVC هيخليك تعمل سبليت للرولز دي، هتخلي الفرونت اند يشتغل في اليوزر انترفيس وهتخلي الباك اند يشتغل في اللوجيك او في البزنس لوجيك. فدي ميزه من مميزات الجميله جدا اللي بيعملها الباتر بتاعنا النهارده. موضوع الدايركتوري والاستراكشر هو اصلا عباره عن نمط يخص البنيه، فهيجبرك ان انت تعمل بنيه احترافيه هتسهل عليك جدا الوصول للملفات، وهتسهل عليك جدا ان انت تفصل اللوجيك عن اليوزر انترفيس زي ما اتفقنا، ودي حاجة مهمة جدا جدا وخصوصا في المشاريع الكبيرة. الـ SEO او صداقة محركات البحث، الـ MVC pattern بيديك الفول كنترول على الـ URL بتاعتك علشان خاطر تقدر تصادق محركات البحث، يعني عندك كل ما تحتاجه علشان الـ SEO والناس اللي شغالين في الـ SEO. النقطة دي انا حطيتها خاصة بالسوليد برينسيبلز، حطيتها بس عشان انت تبحث عنها. السوليد يا جماعة او السوليد برينسيبلز، كلمة سوليد دي اختصار لخمس حاجات، دي مبادئ في البروجرامينج بصفة عامة. الـ MVC بيديك السبورت او بيسمحك انت تقدر تطبق المبادئ دي. ابحث في جوجل عن سوليد معناها ايه او سوليد بروجرامينج، هيجيب لك الخمس جمل وكل واحدة فيهم شرحها بالتفصيل، وباذن الله اوعدكم ان انا هعمل فيديو عن الكلام ده وهتكلم عنه كتير باذن الله. طيب نيجي موضوع الايزوليشن، هو مرتبط شوية بالبنية، موضوع ان انت تفصل الملفات عن بعض او تفصل البنية بتاعتك بالطريقة الاحترافية دي حاجة مهمة جدا. يعني انا ممكن اعمل مثلا تغييرات في الجزء الخاص باليوزر انترفيس وممكن ده ما يكونش مثلا مرتبط بالبزنس خالص ولا اي حاجة، فممكن اعدل هنا وعدل هنا، عزلهم عن بعض حاجة من الحاجات الجميلة جدا والمهمة جدا. طبعا لما تستعمل الباترن او النمط بتاعنا النهارده الموضوع بيكون سهل جدا لمشروعك ان انت تعمل له منتين، كل حاجه منظمه وفي مكانها، اللوجيك مفصول عن الانترفيس والكلام ده كله. وموضوع الريوزابيليتي مفيش احسن من كده، كل حاجه هتتعامل معاها تقدر تستخدمها اكتر من مره في المشروع بتاعك. طيب نمسك بقى حاجه حاجه فيهم كده ونتكلم عليها نظريا برضو قبل ما ناخد مثال عملي او مثال من الحياه العمليه. نبدأ بالموديل. الموديل هو اللي بيمانج الداتا اللي في المشروع بتاعك، كل البيانات او الانفورميشن الموجودة في المشروع بتاعك الموديل هو اللي بيمانج الكلام ده، هو اللي بيرد على الريكوستس بتاعتك. لما تطلب منه معلومات يرد عليك بالمعلومات دي، وهو اللي بيحدث الستيت بتاعت المعلومات دي، الابديت بقى بصفة عامة، الابديت، الديليت، الايديت، كل الكلام ده. وهو اللي بينوتيفاي الكنترولر بايه الحاجات مثلا اللي اتغيرت. هنشوف الكلام ده كله زي ما اتفقنا، ده كل ده كلام نظري. الفيو هو الجزء الفيجواليز او اي بيانات، اي فيجواليز داتا، الفيو هو ده اللي انت بتشوف فيه البيانات دي. الفيو اي بيانات عايز تظهرها او اي حاجه اليوزر بيشوفها هو ده الفيو. الفيو بيريبريزنت مثلا تشارت، تيبل، دياجرام، كل البيانات الموجوده عندك في الابلكيشن اللي انت عايز تظهرها للشخص هتظهرها في الفيو. يعني عندك مثلا على سبيل المثال موقع مدرسة عايز تعرض جميع الطلبة اللي فيه، رحت عرضتهم مثلا في تيبل، عرضتهم في ديفز، عرضتهم بأي طريقة كانت، هو ده الفيو اللي الشخص بيشوفه. طيب جميل جدا، نيجي بقى للكنترولر. الكنترولر هو اللي بيكونكت الفيو مع الموديل. حلو جدا، بياخد اليوزر اكشن ويأبديت الموديل، وبياخد الانفورميشن من الموديل وابديت الفيو. سيبك بقى من كل الكلام النظري ده، انا مش عايزك تكون فهمت منه ولا كلمه، خلينا نخش على المثال ده.
ناخد مثال من الحياة العملية. انت عندك موقع اي كوميرس، انت دخلت في الموقع وعايز تعدل على سبيل المثال اسمك، عايز تعدل الفول نيم بتاعك. الفيو هو الجزء اللي فيه الصفحة اللي فيها بياناتك، دي بياناتك وانت اليوزر وعايز تعمل ايديت لليوزر نيم بتاعك. اللي انت بتعمله ده اسمه اكشن، الاكشن دي اللي هي ايديت يوزر نيم، عملت اكشن اللي هي ايديت يوزر نيم. الاكشن بتاعتك دي بتروح للكنترولر، الكنترولر بيعمل ايه؟ بيابديت الموديل، بيروح للديتابيس يابديت النيم بتاعك من اسامه محمد لاسامه الزيرو. تمام كده؟ تمام. الموديل بينوتيفاي، اللي هي الديتابيس بتنوتيفاي الكنترولر انه تم التحديث، تم تحديث اسم اسامه محمد لاسامه الزيرو. الكنترولر بيعمل ايه؟ بيابديت الفيو بالبيانات الجديده بتاعتك، تفتح الصفحه بتاعتك تلاقي اسمك الجديد بقى كذا. يبقى انا هنا باخد اليوزر اكشن ببعتها للكنترولر، الكنترولر بيابديت الموديل، الموديل بينوتيفاي الكنترولر تاني، الكنترولر يرجع يابديت الفيو بتاعك. دي عمليه والسايكل ده كله نظري، برضو مش هطلب منك ان انت تفهمه 100%. عايزين نقول ان انت بس قلت السلام عليكم للام في سي، حد ما ندخل نشوف الكلام ده بايدينا عملي ونمسك السايكل ده من اوله لاخره نشوفه بيتم ازاي عشان تفهموا 100% ان شاء الله. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.